النهارده يا جماعه معانا مقطع مميز جدا، استعرض فيه كام حته كده من الحتت النظيفه الجديده اللي لسه جايبينهم على القناه. اول حته معانا دي جابها لنا ابو عسكور، تاني حته جابها لنا زايد اهي الاف 3 من جانزو. دول كده دي جايبها لنا ابو عسكور ودي جايبها لنا زايد، ودول انا مشتريهم جايبهم. هتقولوا لي هي دي المجموعه بس الجديده؟ اقول لكم انتوا تعرفوا عني كده لسه ان شاء الله. انتظروا مقطع عيلة الكرشو، بس مش هقول اكتر من كده. طبعا انا كاتب شوية معلومات في ورقة لان انتوا زي ما انتوا عارفين يعني لسه. تعال نشوف اول واحدة اللي جابها لنا ابو عسكور. بس قبل ما نشوف اول واحدة، مادام انت هيبقى عندك مجموعات من الحاجات ديت، لازم قبل ما تفكر تشتريهم وتنفق الفلوس فيهم، لازم تروح عامل زي الشاطر كده، تجيب لك بتوع لزق دول كده اللي هما بيتلزقوا على الايد بتوع الجروح، وتجيب لك مطهر. يعني كل ده كده اللي هو القطن ايه اللي بيطهر الجرح، ليه؟ عشان اول ما تتعور تروح عامل مركب اللزقه وتقعد تسكت ولا كأن حصل حاجه. ليه؟ لان ده الطبيعي. فتروح جايب لك المطهر واللزق كده. دي حاجه يعني ايه حبيت انوه عليها لاي حد يعني عنده السكاكين ديت او داخل في العالم ده، اكيد عارف انا بقول ايه. فدول يعني مهمين جدا، لازم يبقوا معاك، حتى لو في ايدك سكينه بتلعب بيها لازم واحده من دول تبقى معاك. دي اول واحده، دي ابو عسكور حبيب قلبي حبيب قلبي. حته الشمال ده يا جدعان، والله العظيم الحته الشمال. شوف دي طبعا فويجر من شركه كولد ستيل، ده الحجم اللارج. طبعا عندهم اكس لارج وعندهم حاجات بنت لذينه. شوف دي حته كولد ستيل، بس بصراحه نوع المعدن بتاعها مش عارف اللي هو التن ايه ده، اعتقد التن ايه. شوف دي البتاع بتاع الفلوس بتاعها محطوط لسه عليها لان ما كنتش فتحتها ولا لعبت فيها. بص المطوه خفيفه، الايد بتاعتها خفيفه قوي، يعني تحس ان هي كده ايه مش حاجه تقيله. طبعا انا باثق في شركه كولد ستيل لان انا عارف ان هي بتعمل حاجات جامده. وده ليها اللي هو المشبك بتاعها اللي ورا، طبعا باك لوك، يعني لو عايز تقفلها باك لوك كده من ورا خلاص قفلت معاك، تفتح كده. ومعاها المقبض اللي هو تنقله الناحيه الثانيه، يعني شايفين المشبك ده ممكن تستغنى عنه خالص وبيدولك مشبك تاني تركبه ايه بالعكس، على حسب بقى انت يعني اشول ولا ايمن ولا ايه. فالمشبك ده بيركب هنا كده ايه في الحته دي. طبعا بتفك المسامير ديت بتستخدمها في المشبك ده لانك بتستغنى عن المشبك ده، لانك مش هتمشي بمطوه بمشبكين. التصميم بتاعها حلو، الرسمات او الرسومات اللي هي على المقبض بتاعها تديك خشونه كده في عدم الانزلاقيه. طبعا حاطين لك من هنا اهو فاهم، يعني اللي هي عامله زي الفرامل دي اهي، الحته ديت اللي هي عامله زي الفرامل دي، طبعا اللي انت ايه بتثبت ايدك كده عليها. وطبعا هي المشبك بتاعي بتتفتح ليها زرار من اليمين هنا اهو، وواحد تاني من اليسار، يعني اللي هو انت بقى ايه ايدك شوله او بتمسكها باليمين او كده، فهو ده ايه بيسهل عليك وانت بتفتحها من اليمين ولا من اليسار. اعتقد ديت المعدن بتاعها اللي هو التن ايه، مش عارف بقى يعني، بعدني لسه ما جبتش اي معلومات عنها غير ان دي اللي هي الفويجر من شركة كولد ستيل. طبعا اخواتي وحباب قلبي اللي بيفهموا في الحاجات دي، لو سمحتوا انا عايز معلومات، لو سمحتم انا عايز معلومات، انزل في التعليق تعرف عنها حاجه اكتب لي، قول لي يا خليفه دي كذا 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 كذا. بنسمع لكل الناس وبنرد على كل الناس. طبعا ليها تجربه وليها تجربه قويه جدا، لان مادام هي من شركه كولد ستيل. ونبعت تحيه للسعوديه، اخويا وحبيب قلبي شركه كولد ستيل شرفت ونورت اهي. تمام، دي اول واحده معانا. تاني واحده معانا دي بتاعت الزوز حبيب قلبي الغالي عليا بزياده. طبعا الزوز ده شريك الكفاح، والاف 3 دي من شركه جانزو، من شركه جانزو. كل اللي انا اعرفه عنها ان المعدن بتاعها دي 2 والمقبض اف اتش 81 اللي هو اف اتش 81، غير كده ما تسالنيش ويمكن معلوماتي غلط اصلا. شوف الحلاوه والتحفنه. شوف المشبك بتاعها ده
يعني ممكن تفك وتستغنى عنه، بس ما ينفعش تقلبه الناحية التانية. الملمس بتاعها يا جدعان بتاع الكربون اللي معمول بيه ده، اللي هو الكربون فايبر ده، جامد قوي قوي، يعني تحس كده بحاجة حلوة. في نفس الوقت الرسومات اللي هم عاملين عليها والنقشات دي بتديك فرامل للإيد. شوف 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 الفتحة، بس ممكن تفتحها من ورا كده. العب العب. بص انا عشقت شكل النصل ده. طبعا المعدن ده من افضل واندر المعادن في الكوكب، معدن الدي 2 دي لاينر لوك، تقفلها كده. بص بص تعالى نفتحها زي السبايدركو. العب يا ليفو، العب يا ليفو يا دولي. شوف يا حبيبي، طبعا هنا في النصل نفسه عاملين لك مكان ان انت تحط صباعك كده. ليه؟ لان دي بتتمسك كده، وهنا كده الفرامل بتاعتها ايه، يبقى اصبعك كده على الفرامل، فديت مسكتها كده. طبعا هنجربها. التصميم بتاعها جاية من ضخمة قوي او كبيرة قوي على ايه، صغيرة خالص، يعني تصميم حلو برضو. طبعا التخن يبدأ السمك من فوق بس ينتهي بقى بسرعة. شوف الحتة عاملة ازاي، شوف شوف الحتة عاملة ازاي، شوف الحتة عاملة ازاي. دي من شركة جانزو، حتة حلوة، حتة جميلة. ومش بس كده، طبعا الشركة مروقة عليك. اعتقد ديت النظام بتاعها اللي هو بص تبقى زي على رمان بيلي، اللي يساعدها ان هي تقفل. شوف 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 الحلاوة دي، شوف الحلاوة ديت يا باشا. حط كده بقى في الجراب بتاعها واقفل، واحلى رحلة سعيدة عليك، احلى رحلة سعيدة عليك وانت طالع. عجبني قوي الشعار بتاعهم، شكله حلو جدا، حاجة تحفة وحاجة فخامة. ومشكور يا ابو الزيت. هتقول طب انت جبت ايه؟ هقول لك انا جبت ايه. انا لقيت المطوة دي امريكية والله، اسمها ايه، بارا فورس. دي مطوة امريكية تمام، بس لقيتهم بيعملوها معاملة حقيرة قوي. لقيتها كده يعني دي كده ما بتتباعش في علبة ولا حاجة، هي زي ما هي كده في عفوا في علب كتير. يعني ايه؟ يعني هي بتاعة كبيرة كده وفيها سفنج كتير وفي كذا واحدة من دي. قلت له ايه هي المطوة دي، صيني ولا ايه؟ قال لي لا دي امريكية. قلت له والله؟ قال لي اه والله، خدتها كده اتفرجت عليها فعجبني شكلها يعني، ورخيصة. اعتقد عاملة 45 درهم او حاجة زي كده. الدرهم يا جماعة نفس سعر الريال السعودي، الناس اللي بتسأل يعني، الدرهم نفس سعر الريال السعودي. وقتك ده التليفون بيرن. المهم نفس سعر الريال السعودي، فعجبتني جدا ورحت واخدها. قلت خليها تنفع معايا كده كده، انتوا عارفين خليفة والإهمال وجهان لعملة واحدة. فخدتها قلت يلا بفرتكها في أي حاجة تنفع معايا، في طلعة تنفع معايا، في أي دفاشة، في رحلة هبقى أجربها في رحلة ولا حاجة، لأن أنا ما أستخدم هاي السكاكين صراحة، فبشوف دي يعني إيه ظروفها. وأمريكية. نخش على السبايدركو. طبعا أنا السبايدركو جبتها عشانكم، بس أنا بكرهها. يعني أنا بصراحة بالنسبة لي المطوة دي مش حلوة، ما أعرفش، ما بحبش شكلها. بس طبعا انتوا قلتوا دي حاجة عالمية وحاجة قوية وحاجة مش عارف ايه ليفو وهاتها وكده، فجبت الحتة دي. حتة دي الراجل قال لي دي هتشقى معاك، وحتة للشقة وحتة لكل حاجة، ولكن مش غالية قوي، يعني مش من اغلى حاجات في السبايدركو. في حاجات في السبايدركو بتعدي الالف ومش عارف ايه، دي اعتقد بتلتمية وحاجة، بتلتمية وعشرين درهم. دي يعني رخيصة جدا، ارخص من الفويجر بقى. بس ان شاء الله هنجيب حاجة قوية وحاجة حلوة، وعلى حسب ارائكم. انا عايز حد يقول لي دي ماركتها ايه، يعني دي سبايدركو ايه. بصوا شايفين المقبض بتاعها ده، ده تقدر تشيله من هنا تنقله هنا، او تنقله هنا، او تنقله هنا. تقدر تشيله من هنا تنقله في اي جزء من المطوة عاملينه لك. طبعا انا من لغاية دلوقتي ما عرفتش اي حاجة عنها، يعني ولا اي معلومات، غير ان مكتوب عليها HCR 13 move. ما عرفش بقى ايه HCR 13 move ديت، فياريت انتوا توافوني بمعلومات عنها. بس انا جبتها
عشان اخواتي وحباب قلبي الهواة اللي بيعشقوا السكاكين وبيعشقوا السبايدركو وبيعشقوا الحاجات ديت. تالت حاجة بقى جبتها انا، دي ماركة كده وشركة جامدة، بس المطوة بتاعتهم خاطفت قلبي. عملت ايه المطوة؟ خاطفت قلبي وانا بشتري بصراحة بصراحة بصراحة. اسمها ارتسان كات لاري. ده طبعا ده انا بتملى الاسم يعني، او ممكن نقول ايه ارتسان على طول. دي حتة ارتسان، المعدن بتاعها بقى دي 2 والمقبض جي 10، نفس الكرشو اللي كنا جايبينها. شوف يا باشا، بص الحته وهي مقفوله عامله ازاي اهي. بص بص اهي، اهي الحته وهي مقفوله اهي، ما عملناش حاجه. عايز تتفرج؟ عايز تتفرج اتفرج اهو. شوف الحته لما اتفتحت عملت ازاي، شوف الحلاوه والملاوه، شوف العشق. دي طبعا المعدن بتاعها دي 2، والسلاح اعتقد ان هو بنظام الووش ستون اللي هو الغسيل بالاحجار وحاجات زي كده طبعا. وده المقبض بتاعها، ده مقاوم للصدمات اللي هو الجي 10. شوفوا دي عندي معلومات عنها شويه. بس بقى الاروع، الاروع بص، المشبك بتاعها طبعا ممكن تغيره، تشيله من الناحيه دي تركبه هنا على حسب مسكه ايدك وعلى حسب انت اشول ولا لا. اللي اروع من كل ده الجراب بتاعها يا جماعة. الجراب بتاعها فخامة الفخامة وروعة الروعة. شوف شوف القطعة عاملة ازاي، دهب معاك دهب. بص بص هتطلع دهب دلوقتي اهو، هتطلع دهب اهو. شوف شوف الدهب، شوف ما شاء الله، حاجة تحفة، حاجة ولا اروع. وعشان يكون في علم كل اخواتي، دي مجرد بداية، دي مجرد ايه؟ مجرد بداية. تعال كده نختبر اختبار بسيط جدا لغاية يوم الاختبار، لان انتوا عارفين الحاجات ديت احنا مش بنشتريها عشان نحطها على الرفوف، احنا بنشتريها عشان نجربها ونختبرها. والا انا كخليفة يعني سكينة واحدة تكفيني، انا بصراحة عايز تكفيني وتوفيني. تعال كده نجرب كده، نقول بسم الله يا الله. احنا داخلين فاهم يعني، احنا ايه قاعدين نجرب في حاجات ايه. اه يا بس ماسكه السلاح غلط ليه؟ لان بص دي من فوق 3 مللي. بص البتاع المطوه، استنى كده فوكاسي عليها يا بنتي. ايوه 3 مللي يا باشا، انت ماسك سطور، انت ماسك سطور صغير في ايدك، في وزن في حمل. اشوف دي، دي برضو يمكن دي 2 مللي ونص او 2 مللي. انا بقى هعمل لكم فيها خبير ارصاد. المهم يعني ان ده ساطور صغير في ايدك يا باشا، تشتغل فيه زي الفل. العب بس. اعتقد هي فيها حد طبعا اهي، شوف بس صعبه يعني ايه، يعني هي فيها حد بس صعب ان انت تمشيها بسلاسه في الورق، مش هتبقى عامله زي السبايدركو والكولد ستيل والحاجات دي. لا بصراحه دي حاجة تحفة. تعالى نشوف اللي بعدها، تعال نجرب الفويجر. يا الله يا الفويجر، ايه ده الفويجر ده؟ لا 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 لا، سكينة تتحدث عن نفسها يا جماعة. شوف يا جدعان، شوف يا جدعان، شوف يا جدعان. لا لا لا، أنا خطفوا قلبي خلاص، خلاص خطفوا قلبي. بص دي ما جلتش في ولا واحدة، أهي ولا واحدة جلت فيها. والفويجر ما شاء الله عليها كولد ستيل وفخامة كولد ستيل. طيب واخويا وحبيب قلبي كولد ستيل. طيب تعالى بقى كده نشوف السبايدركو، شوف السبايدركو، نشوف السبايدركو. بسم الله الله اكبر. الله يا سبايدركو يا بنت اللعيبة، يا الله ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، دي غول يا جدعان. ايه المطاوي دي؟ وتقولوا لي قرن غزال، تقولوا لي قرن غزال يا خليفه، قرن غزال يا جدعان. ده المطاوي دي لازم نعمل لهم تحدي شاق. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اللي انا ماسكه في ايدي ده؟ لا اله الا الله، امضي يا شول، امضي يا شول. دي بقى ام 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 الحرفنه سبايدركو. انا بدات احب الماركه دي مع ان ديزايناتهم انا حاقد عليها، انا حاقد عليها.
الديزاين ده وايه البارا 3 والبارا 2 ايه حجم انا مش عارف اقول ايه. بص يا ابن الديزاين، بص يا ابن التصميم، ما تعملوا لنا فين يا عم صاحب سبايدر، كنت خش اتفرج على الليفو واسمع الليفو بيقول لك ايه، غيروا لنا التصميم، اعملوا اشكال حلوه، هو كله لازم كده؟ ايه التشرد ده؟ ادفع الوفات في مطوه متشرده كده؟ لا اله الا الله، انت تسمعش الكلام، انت تسمعش الكلام انت وشركتك دي. نجرب الجانزو، يلا نخش على الجانزو. بسم الله. اوه يا الجانزو، ايه ده ايه ده ايه ده، ويت لحظه. لا يا جدعان، دي احسن مطوه فيهم كلهم، اقسم بالله احسن مطوه فيهم كلهم وبدون مبالغه، انا اللي حاسس. يا بنت اللذينة يا بنت اللذينة، دي بتعمل ايه دي؟ لا 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 لا، استنوا كده، الجانزو دي لازم نجربها تاني، نشوف لازم نشوف كده. يا جماعة انتوا فاهمين انا بعمل ايه؟ بص انا ما بعملش حاجة، انا ما بعملش حاجة اقسم بالله. يا الله، ايه يا جدعان السكاكين دي؟ مش انا قلت لكم لازم نشتري لزق؟ مش انا قلت لكم لازم لازم لزق؟ تعال نشوف كده. يا الله يا الله، ده بص 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 انا ماسك المطوه ازاي، بص انا ماسك المطوه ازاي، اهو 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 اهو. طبعا انتوا زهقتوا من الفوكس بتاع الكاميرا دي صح؟ ان شاء الله بنزل اشتري لكم كاميرا جديده، يلا ما تزعلوش، احلى دلع واحلى رمضان عليكم. لا لا لا، انا عجبتني اول مطوه دي. طب تيجي نشوف دي، دي ب 45 درهم وبتتباع فرد. نعم يا اختي. لا لا لا، انت طبعا بعد ما تمسك الحاجات دي تيجي تحط واحده زي دي، بص تيجي تحط واحده زي دي تحس نفسك هتكره حياتك حتى لو بتقطع. شكرا شكرا، نلم اللغوصه دي ونجي لكم. بصراحه طبعا دي ارميها بره خالص، بلاش لازمه. بصراحه الجانزو دي فاقت توقعاتي جدا جدا جدا، اسطوريه وسلسه، وبص بتجري كده جري، بتجري جري في الورق. حلوه قوي، عجبتني واسعدتني التجربه بتاعه السبايدركو. ان شاء الله ما تكونش اخر تجربه ولا يكون اخر موديل. طبعا احنا ان شاء الله في التطورات وفي تكملتنا ان شاء الله في المحتوى وفي متابعه القناه هنكمل المجموعه كامله بتاعت سبايدركو دي. طبعا كولد ستيل الفويجر، في مفاجآت لكولد ستيل، لان الشركه دي احنا هنهتم بيها قوي 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 الفتره اللي جايه، فهنكمل مجموعتها كلها ان شاء الله. والمطوه دي طبعا حتى لو ما اشتغلتش، انا دي مش عايزها لحاجه، انا دي عايزها كده بس شكلي كده، خاطف قلبي اقسم بالله، دي خاطف قلبي وهي اللي تفوز النهارده صراحه. بصراحه هنسقف لها يا جماعه، هي دي رقم واحد. طبعا اللي لسه جديد معانا في القناه تنساش ادعم اخوك الليفو، خش اشترك، فعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. لو في دماغك فكره فيديو، اي فيديو في دماغك فكرته اكتبها لي في كومنت، برد على كل الناس. ممكن تنام وتصحى تلاقي الفكره دي بقت فيديو انت بتتفرج عليه. اخواتي وحباب قلبي، لايك الجميل والكومنت عشان نتفاعل معاه. شوفوا وشكم على خير ان شاء الله في المقطع اللي جاي، وسلام.